السلام عليكم يا بنتي، تنطلب من الله والمحسنين. انا عدي كان عدي مريض، واليوم زادت المريضة الاخرى ولاو جوج، واليوم تهرست لي الثالثة ولاو ثلاثة. الراجل كبير ما عدو باش نافعني، الكبير لله والحمد لله على كل حال. واليوم عانيت معاها، تعيت عانيت معاها. العملية الاولى ما نجحتش، العملية الثانية ما نجحتش. شريت الدواء، درت تحاليل، درت سكانيرات، درت لي ريمات، درت شريت ليه الدواء. الدواء شي خصك، اش يخصك ديال الدواء اللي حتواش خصك ديال الدواء هو باقي عندي. كنشري ليها الدواء تشرب منه مورسو وتلوح كلشي، يبدلوا لها الدواء الاخر ثاني نفس الحاله، يبدلوا لها الدواء الاخر نفس الحاله. كدواء ما جاها مع المر وباقي ما ست. اه تمشي لكازا، تمشي لكازا النمره 11 ميريزكو. داروا لها العمليه الاولى ما نجحت ليهاش، العمليه الثانيه ما نجحت ليهاش. الهريم قال لك عدى الكريوشيات ركبوا لها فوق العرق وصافي تنفس ولات ما تطلع. الكريوشيات هنايا في العمود الشوكي، هنايا ما بين العنقره والقرفه هنا ديال الراس، هنايا في العنق. دابا الا قالوا لها لما درتيش العمليه غادي تشلي، ودابا مشات على رجليها واقفه، ودرنا لها هذه العمليه باش زعما تجي على رجليها وتحسن وتعقب لها صحتها القديمه. دابا تشلت مره مات ليها صافي، ولات صافي شرويطه في الارض. ما الا ما قلبتها ما تقلب، الا ما هزيتها ما تهزي، الا ما حطيتها ما تحط. طاب وجنابها ما صرت باش ندير، خسرت عليها داك الشيء اللي عدي. عاونوني الناس، العائلات عاونوني. الغالب الله، الغالب الله. انا مريضه بزاف، مريضه عانيت بزاف، درت ثلاثه العمليات. العملية الأولى ما نجحتش ليا، العملية الثانية ما نجحتش ليا، العملية الثالثة راني باقا دايرة الخيط. يلا بدلت واحد يوم جا الفرم اللي بدل ليا الفاصمة، وتنطلب من الله ومن المحسنين ومن وجوه المحسنين ومن سيدي ربي الكريم عاونوني على شي طبيب باش يشوف شنو عدي. انا دابا تيخرج ليا الدواء، الدواء داك اللي تيخرج تنشربو، ما تبقى عندي الحريق ليل ونهار، عندي الحريق بزاف، الحريق بزاف بزاف ليل ونهار، ما تنعش، تضرني راسي و تترقد عليا يدي، رقدات عليا يدي ورجلي ناعسين عليا. والحمد لله وشكر لله، وتنطلب منكم ومن الله سبحانه وتعالى تعاونوني اخوتي. بغيت شي مدربه اللي تكون الناس فيها مرتاحه، وما تنزل الناس في الارض مكرفسه، ومكرفسه ماما هي كرفستها، وتنبقى نعيط الليل كامل، تتنعس حدايا تتقلبني شويه، يلا كتنعس بلاصتها عاوتاني تنقول لها اجي قلبيني بزاف. ولا تطلع على 25 24، ودابا انا بغيت شي ناموسيه، وبغيت شي طبيب المحسنين، وشي كروسه وليكوش. الله يرحم الوالدين، والله يجازيكم بخير، وحنا يا خوت. الله يرحم الوالدين، حنا يا خوت. تعانيت بزاف هادي السبعة اشهر، وانا يوميا سبعة شهور أنا في الفراش بحال هكا ناعسة ليل ونهار، ليل ونهار تتقلبني الوالدة ديالي. إلا ما قلباتني ما تنتقلب، إلا ما هزات لي يدي ما تنهز رجلي، أنا بحال هكا دايرة. وفي الأول راه مشيت عند الطبيب، مشيت عندو برجلية، غادا كنتمشى برجلية برجلية، وجيت بلا صحة خرج ليا الطبيب هذا. أنا الأخت ديالي كانت صحيحة، يعني صحيحة كأي واحد، كانت مسكينة هي اللي كتصرف على الدار، كتصرف على الوالدة هزانة. كنت أنا ديك الساعة كنقرا، من بعد مرضات بقات كل مرة كتمشي عند الطبيب، عيات عيات ما تمشي عند الأطباء، ما خلاتش حتى شي طبيب والو، حتى شي حاجه ما حتى شي طبيب ما قدا فيها الدواء، ما حتى شي حاجه. في الاخر مؤخرا مشينا لكازا، واحد الطبيب دوزنا عنده في المدينه هنا في وادزم،
هو اللي صيفطنا قالنا غتمشيو لكازا غديروا لها السكانير وديروا لها اليوغام. مشينا عنده وتفاهم معاها دار ليها العمليه الاولى. قالنا راه العمليه غدوز بخير وعلى خير، راه ما كاين حتى شي مشكل، راه عمليه بسيطه، راه غتولي مزيان. الاخت ديالك مشات على رجليها للسبيطار، يعني مشات على رجليها، كانت كتمشى كتحرك كتصبان يعني بزاف د الحوايج كديرهم بوحدها، ما تحتاج حتى شي واحد. ملي دارت العمليه الاولى قلنا راه غدير العمليه الاولى غادي تولي مزيان. من بعد العمليه الاولى جبناها للدار كتعاود نفس المشكل، يعني كيوقع عليها انفيكسيون كنردوها للسبيطار. كنردوها كيقول لك العمليه الاولى ما نجحاتش ليها، خصنا نعاود نديرو لها عمليه ثانيه. كنديروا لها العمليه الثانيه، من بعد كنردوها نفس المشكل، كيوقع عليها عاوتاني كيولي لها ميكروب، كيولي لها الجرح يدوز بالقيح. كنعاودوها غير مؤخرا نهار الجمعه الفايته درنا لها العمليه الثالثه. ها هي اللي حد الان جبناها والو، قالنا واحد القراوش في العمق ديالها ضغط على العرق هو اللي سبب لها انها تشلل. وصافي يعني تشلات، ما بقاتش كتحرك لا ايد لا رجل، الا ما حركناها ما تتحرك. ليكوش كنديروا لها غير ليكوش، يعني ما كدير كلشي في حوايجها، لا اله الا الله. صافي يعني ما بقاتش، وكتخنق بالليل والحريق والالام والغوات، يعني عانينا معها بزاف وحنا باقين ما لقيناش ليها الجهد. يعني كاع الفلوس اللي كانوا عندنا خسرناهم عليها الغالب الله، ما لقيناش ليها الجهد، يعني ما لقيناش لي حتى شي طبيب دابا نديوه ليها، ما لقيناش الفلوس باش نديوه ليها. الطلب ديالنا كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى ومن المحسنين يعاونونا على هاد الاخت في سبيل الله.